النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى أحد المسلمين ذاك اليوم فقالوا يا رسول الله يأكل. الرسول بعث إليه مرة ثانية عند مهمة. هم جاء الرسول شاف يأكل، جاء لرسول الله وقال يا رسول الله إنه يأكل. الرسول أرسل إليه مرة ثالثة أن يحذر، فجاء للرسول وقال يا رسول الله إنه يأكل. الرسول رفع يديه إلى السماء وقال لا أشبع الله بطنه. المهمة لا يتمكن من إنجاحها وإنجازها من يفكر في بطنه، ومن يفكر في سيارته، ومن يفكر في ملبسه وفي جماله وفي زواجه. إذا ملأ هذه الأشياء تفكير الإنسان لا يتمكن من تفكير الهدف. الرسول لماذا تقدم؟ علي لماذا تقدم؟ المسلمون الأولون لماذا تقدموا؟ لأنه صرفوا كل شيء منهم لأجل الهدف، كل شيء. شاب كان في مكة المكرمة أول البعثة، مدلل، جميل، ثري، من عائلة ثرية، مرشح أن يكون شيخا على العائلة بعدما يموت شيخهم، وأن يزوج بنتا جميلة للشيخ، شيخ العشيرة. ذات يوم أراد هذا الولد أن يأتي إلى مسجد الحرام للطواف، منعوه لأن الرسول كان يجلس في الحجر ويقرأ القرآن في أوقات خاصة. قالوا له الآن لا تذهب، الإنسان حريص على ما منع. قال لا لازم أذهب، وما يدري أصلا عن القضية. فلما أراد أن يدخل المسجد الحرام، أحد أقرباء هذا الولد الشاب أخذ الكرسف، يعني القطن، ووضع الكرسف في أذنيه حتى لا يسمع صوت الرسول. هذا الولد دخل فكر أي شيء أنا وأي شيء هؤلاء، ولماذا صنعوا هذا الصنيع، لأنه ما كان سمع باسم رسول الله أبدا. ثم فكر إني رجل عاقل، ولد عاقل، ما إلى معنى الكرسف في أذني. فكان يخاف أن يطلع الكرسف من أقربائه الذين يشوفونه يرونه، شوية زحزح الكرسف حتى يسمع. من طاف سمع فر الصوت، شاف صوت عجيب كما في القرآن الحكيم الله ينقل في قصة أخرى يقول إنا سمعنا قرآنا عجبا. لما سمع وقع الإيمان في قلبه، أجى إلى الرسول قال أنت من وماذا تدعو؟ أنا محمد وأدعو إلى الإسلام. وماذا تقرأ؟ القرآن. القرآن ماذا؟ وحي من السماء. الإسلام ما هو؟ الشهادتين. فورا شهد الشهادتين. لما أسلم عرف قومه، قال أحد الذين شاهده أسلم لعشيرته إنه صبا، يعني مال. رئيس العشيرة، رجال العشيرة سألوا عنه هل صبوت؟ قال نعم أسلمت. قالوا إذا أسلمت لا تكون شيخا لنا في المستقبل بعد موت الشيخ الحالي، مو مهم. لا نورثك، مو مهم. لا نزوجك، مو مهم. لا نحترمك، مو مهم. نطردك، مو مهم. طردوا حافيا حاشرا. هذا معنى الإسلام المحرك، واسمه مصعب ابن عمير. جاء المدينة، أدخل الناس في الإسلام زرافات زرافات، حتى ببركة هذا الولد المخلص ما بيت في مدينة إلا ودخل في ذلك البيت ببركة هذا الشاب مسلم وإسلام. الرسول جاء إلى المدينة، هذا الولد في حرب أحد موجود مع الرسول، وآخذ بيده لواء الرسول، وبقي هذا الولد في الحرب مع الرسول إلى أن انتصر المسلمون في قصة طويلة. بعد الحرب رآه الرسول، قال تعالى وقال رسول الله يا مصعب لماذا ما فررت؟ قال الولد يا رسول الله أنا مو مصعب، من أنت؟ قال أنا ملائكة. هذا الولد استشهد، وأخير كلامه قال يا رب لا يسقط لواء الرسول من يدي، فالله صورني بصورة مصعب فأخذت اللواء، ولا هو قتيل هناك. هذول هكذا كانوا حتى تمكنوا أن يقدموا الإسلام.